السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات دورة تعلم كهربة الموتوسيكلات. في فيديو النهاردة إن شاء الله هنشرح دائرة تشغيل الموتور، أو بمعنى تاني الدائرة اللي مشغولة عن توصيل الشرزة للبوجية عشان خاطر الموتور يبدأ يشتغل معانا. بس قبل ما نبدأ ياريت تنزل تشترك في القناة، فعل الجرس على الكل، لايك للفيديو عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة وكل الفيديوهات اللي احنا شرحناها سابقا في دورة تعلم كهربة الموتوسيكلات، هتلاقيها في صندوق الوصف في قائمة التشغيل كلها. دائرة تشغيل البوجية او دائرة تشغيل الموتور من اهم الدوائر الموجودة في الموتوسيكل الصيني، لان بدون وجود الدائرة دي الموتور مش هيرضى يشتغل معانا، لان زي ما احنا عارفين زي ما الموتور معتمد على البنزين في التشغيل فلازم يكون معتمد على شرزة او شعلة البوجية اللي بتخلي البنزين يحترق معانا داخل المحرك والموتور يبدأ يشتغل. الدائرة التشغيل دي فيها نوعين، في نوع منها بيكون شغال على الملف وفي نوع منها بيكون شغال على البطارية. طيب الكلام ده معناه ايه؟ الكلام ده معناه ان الاكتوفاير ده هو فيه اكتوفاير منه بيكون بياخد الكهرباء بتاعته منه من خلال ملف الشحن مباشر، تمام؟ يعني ما بيشتغلش غير لما بتشغل المكنة، الكهرباء بتكون رايحة له من خلال ملف الشحن. والنوع الثاني بتكون الكهرباء اللي جايله من البطارية، ملهاش علاقة بملف الكهرباء او بملف الشحن. الدائرة اللي معانا النهاردة شغالة على ملف الشحن مش شغالة على البطارية، ودي اللي موجودة في اغلب الموتوسيكلات والتروسيكلات الصيني ما عدا الدايون 6 اللي بيكون موجود فيها دائرة تشغيل البوجية شغالة على البطارية مش على الملف. الدائرة دي عشان تشتغل لازم يكون في اربع قطع موجودين معانا في الموتوسيكل، منهم قطعة بتكون راكبة في الموتور او قطعتين بيكونوا راكبين في الموتور وقطعتين تانيين بيكونوا خارج الموتور. يعني الملف عندي بيكون راكب في الموتور في الجنب الشمال في الموتور في وش الكهرباء زي ما احنا بنقول، وعندي البوجية برضو بيكون راكب في الموتور في غرفة الحريق، وعندي الموبينة بتكون راكبة في الشاسيه، وكذلك الامر الاكتوفاير. الدائرة دي بتبدأ معانا من بداية تشغيلها من ملف الكهرباء. ملف الكهرباء في الموتوسيكل الصيني العادي بيكون عبارة عن ملف بالشكل اللي انت شايفه ده، هو موجود فيه 8 مخدات، يعني القطعة دي اسمها مخدة، 8 مخدات، 7 منهم بيكونوا خاصين بشحن البطارية، وظيفتهم يطلع كهرباء عشان يشحن البطارية بتاعة الموتوسيكل، ومخدة واحدة بتكون خاصة بتشغيل الاكتوفاير او بتوليد الكهرباء اللي بيشتغل من خلالها الاكتوفاير. المخدة دي بتكون متغلفة بورق عازل بالشكل ده هو، لان السلك بتاعها بيكون سلك صغير خالص، مش زي سلك ملف الشحن تخيل، لا بيكون سلك شعر صغير خالص، فبتكون معزولة بالشكل ده هو بورق عازل، تمام. اي ملف موتوسيكل صيني عادي هتلاقيه طالع منه 5 اطراف، طرفين منهم بيكونوا خاصين بالشحن اللي هم بيكونوا مسؤولين على الخمس السبع مخدات اللي احنا كناهم دول خاصين بالشحن، بيكون لونهم اصفر وبامبي، ودول هنشرحهم ان شاء الله في شرح دائرة الشحن بالتفصيل. والثلاث اطراف التانيين بيكون منهم طرف خاص بمخدة التشغيل بيكون لونه اسود بخط احمر باللون ده هو، السلك اسود بخط احمر. الطرف الاسود بخط احمر ده بيكون طالع من مخدة التشغيل اللي موجودة في الملف اللي احنا قلنا عليها دي بتكون معزولة اهي، بيكون طالع منها السلك الاسود بخط احمر. وعندي هنا حاجة اسمها الحساس او النابض، ده بيكون موجود مع الملف راكب في وش الكهرباء مع الملف. الحساس ده وظيفته ان هو يدي امر للاكتوفاير ان هو يبعت شحنة كهرباء او دفعة كهرباء للموبينة عشان خاطر الموبينة تبدأ تكررها وتطلعها في هيئة شارز للبوجيه، تمام. يبقى الحساس ده وظيفته ان هو بيدي الامر للالكترون ان هو يبعت الكهرباء لموبينة التكرير، تمام. الحساس ده بيبعت الامر الالكتروني من خلال قطعة بتكون بارزة في المغناطيسة، في جسم المغناطيسة بتخبط معانا في المسمار البارز في الحساس ده هو في توقيت معين، ليها تقسيمة اسمها تقسيمة الكهرباء. فبالتالي في التوقيت اللي بتخبط فيه القطعة دي في الحساس بيدي امر هنا للاكتوفاير ان هو يبعت شحنة الكهرباء للموبينة. طيب الحساس ده بيكون طالع منه سلكين، سلك ازرق بخط ابيض والسلك التاني اخضر بخط ابيض، تمام. من المفترض ان هم فيهم سلك داخل اللي هو اخضر والسلك التاني خارج، ولكن احنا هنقول طالع منه سلكين، سلك اخضر بخط ابيض وسلك ازرق بخط ابيض. التلات اسلاك اللي هم طالعين من ملف الشحن دول الاحمر بخط ابيض، الاسود بخط احمر والازرق بخط ابيض والاخضر بخط ابيض، خاصين بتشغيل
شارجة تربوية، بيكونوا طالعين معايا في الملف من الملف وبيمشوا معايا في الضفيرة بالشكل ده، هو هنا اهو، وبعد كده بيرجعوا تاني على فيشة على الاكتوفاير. تمام كده احنا جبنا الثلاث اسلاك اللي طالعين من الملف لحد فيشة الاكتوفاير. الاكتوفاير بيكون فيه فيشتين، فيشة بتكون عبارة عن اربع طرف وفيشة تاني بتكون عبارة عن اتنين طرف. تمام الاسلاك اللي بتطلع معاه من الملف منهم السلك الاحمر الاسود بخط احمر بيكون راكب في الفيشة الصغيرة تحت على اليمين، يعني كده وانت ماسك الاكتوفاير اهو، السلك الاسود بخط احمر اللي جاي من مخدة التشغيل بيكون راكب في الفيشة الصغيرة من تحت اهو، اللي هو الطرف ده اهو. تمام الطرف التاني ده خاص بالبطال، وده هنشرحه ان شاء الله في دايرة البطال. والسلكين التانيين اللي هو الازرق بخط ابيض والاخضر بخط ابيض بيكونوا راكبين في الفيشة الكبيرة فوق بعض، الازرق بيكون فوق على اليمين والاخضر بيكون تحت على اليمين بالشكل ده هو، وانت ماسك كده الاكتوفاير الازرق بيكون فوق على اليمين والاخضر بيكون فوق تحت على اليمين. طيب كده الدايرة هتشتغل معايا؟ لا، في اسلاك تاني انا دخلت الكهرباء، انا كده دخلت الكهرباء اللي جايه من الملف للاكتوفاير والسلاك بتوع الحساس اللي هو بيدي الامر. هحتاج اجيب طرف تاني اخضر للاكتوفاير، الطرف ده بيكون راكب في الفيشة الكبيرة على الشمال من تحت، الطرف ده بيكون جاي ارضي من الطرف الارضي الرئيسي اللي سبق وشرحناه قبل كده وقلنا فيه منه طرف بيروح للاكتوفاير، ده الطرف الارضي الرئيسي بيكون اخضر سادة. تمام بعد كده بعد ما انا دخلت الاخضر ودخلت طرفين النابض ودخلت طرف المخدة الرئيسية اللي بيولد كهرباء للاكتوفاير، الاكتوفاير بيطلع لي سلك لونه اسود بخط اصفر. تمام الاكتوفاير بعد ما بيعمل عملية تجميع الكهرباء تمام وتظبيطها، لان الاكتوفاير وظيفته يجمع الكهرباء اللي طالعة من الملف وينظمها ويطلعها في توقيت معين زي ما احنا قلنا اول ما يديله الحساس الامر، بيطلع لي سلك لونه اسود بخط اصفر. تمام السلك الاسود بخط اصفر ده بيمشي معايا في الضفيرة كده، بيطلع من هنا وبيمشي معايا خلال الضفيرة هنا لحد ما بيوصل لحد موبينة التكرير. تمام يبقى الطرف اللي بيوصل لموبينة التكرير لونه أسود بخط أصفر، الطرف ده بيكون في كليبسة تحت التانك، يعني الطرف ده بيكون آخره راكب كليبسة زي دي كده، وغالبا بتلاقي الموبينة دي راكبة تحت التانك. الطرف ده بيجيب لي الكهرباء من الاكتوفاير بيوديها للموبينة، الموبينة بتبدأ تطلعها في هيئة شرز، الشرز ده بيدخل بيمشي من خلال سلك الموبينة لحد ما بيوصل معاها للبويو، وبالتالي بتبدأ المكنة تشتغل. تمام يبقى دي دايرة تشغيل البوجيه او دايرة تشغيل الموتور اللي موجودة في ضفيرة الموتوسيكل الصيني العادي. الدايرة اللي بتكون شغالة على البطارية شبيهة جدا بالدايرة دي، ولكن بيختلف فيها بعض التوصيلات. يبقى احنا كده عرفنا الوان الاسلاك اللي بتكون خاصة بتشغيل البوجيه ومكان كل سلك فين، وعرفنا ازاي نركبهم في الفيش او مكانهم في الفيش بيكون فين. قلنا ان السلك الازرق بخط ابيض بيكون في الفيشه الكبيره من فوق على اليمين، والاخضر بيكون تحت منه تحت على اليمين، السلك اللي بيكون رايح للموبينه بيكون فوق، دول بيكون على الشمال اسف، السلك اللي بيكون رايح للموبينه لونه بيكون اسود بخط اصفر بيكون فوق على اليمين في الفيشه، والسلك الارضي المباشر بيكون تحت على اليمين في الفيشه اللي هي الاربع طرف، والسلك الاسود بخط احمر اللي جاي من مخده التشغيل بيكون في الفيشه الصغيره من تحت. بكده يكون دي كل الاسلاك المسؤولة عن تشغيل شارجة البوجيه. الاسلاك دي ما بيكونش ليها اي علاقة باي سلاك تاني، يعني الثلاث اسلاك اللي بيكونوا طالعين من الملف ما بيتوصلوش مع اي سلك تاني، بيطلعوا من الملف في الاكتوفاير على طول. كذلك الامر السلك اللي بيكون رايح لموبينة التكرير اللي هو اسود بخط اصفر ما بيتوصلش باي سلك تاني، بيروح للموبينة على طول. تمام مفيش غير السلك الاخضر بس اللي هو بيكون متوصل مع الطرف الاخضر الرئيسي اللي بيوزع على الضفيرة كلها. اتبقى معانا السلك الاخير ده هو اللي في الفيشه الصغيره اللي بيكون لونه ابيض بخط اسود، ده سلك البطال ان شاء الله هنشرحه في الفيديو القادم عشان الناس ما تتوهش، ويكون كل دايره في الضفيره مشروحه لوحدها على حد عشان الناس تفهم دينا رايحه فين وجايه من فين. ده كده كان شرح بسيط لدايره تشغيل البوجيه او دايره تشغيل الموتور في ضفيره الموتوسيكل الصيني. لو في اي حاجه مش واضحه او في اي حاجه مش مفهومه اكتب لي في التعليقات ونرجع نعمل لها شرح من تاني ونوضحها اكتر. بكده اكون وصلت معاك لنهاية الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه وقدرت اقدم لكم المعلومة بشكل صحيح وبسيط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.